بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم مع قناة درس رياضيات اونلاين. النهاردة هناخد اول كورس لتعلم الحساب الذهني. اولا، ما هو الحساب الذهني باختصار؟ الحساب الذهني هو طريقة نستخدمها لتجنب الطرق التقليدية لاجراء العمليات الحسابية. يعني بمعنى اصح، احنا بنستخدم في الحساب الذهني طرق غير تقليدية بتساعدنا على حل المسائل بتاعتنا بسرعة فائقة وبدون اي مجهود. تعالوا كده نشوف النهاردة الكورس اللي احنا عدناه في هذه الحلقة، ونشوف ازاي احنا فعلا بنوصل للنواتج بطريقة غير تقليدية، بعكس الطريقة التقليدية طبعا اللي بتستهلك مننا وقت كتير ومجهود كتير. تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي هنحل المسائل اللي قدامنا دي. عندي هنا مجموعة من عمليات الضرب، هوصل للنواتج بطريقة سهلة جدا. تابع الفيديو للنهاية عشان تعرف ايه هو السر في الوصول للنواتج بالسرعة دي. 15 في 15 اضرب الخمسة في خمسة ب25، زود الواحد ده واحد كمان يبقى 2، اضرب الواحد في 2 ب2، يبقى هنا 15 في 15 ب225، 25 في 25 اضرب الخمسة في خمسة ب25، زود الاثنين واحد بقيت 3، اضرب الاثنين في 3 ب6، يبقى 25 في 25 ب625، 35 في 35 اضرب الخمسة في خمسة ب25، زود الثلاثة واحد يبقى 3 ب4، اضرب الثلاثة في اربعة ب12، يبقى 35 في 35 ب1225، 45 في 45 نضرب الخمسة في خمسة ب25، نزود الاربعة واحد تبقى 5، اضرب الاربعة في خمسة ب20، اذا 45 في 45 ب2025، 65 في 65 اضرب الخمسة في خمسة ب25، زود الستة واحد بقت 7، اضرب الستة في 7 ب42، اذا 65 في 65 ب4225، 75 في 75 اضرب الخمسة في خمسة ب25، زود السبعة واحد تبقى 8، اضرب السبعة في 8 ب56، اذا 75 في 75 بتساوي 5625، 85 في 85 نضرب الخمسة في خمسة ب25، نزود التمانية واحد تبقى 9، نضرب التمانية في 9 ب72، اذا 85 في 85 بتساوي 7225، 95 في 95 نضرب الخمسة في خمسة ب25، نزود التسعة واحد بقت 10، اضرب التسعة في 10 ب90، اذا 95 في 95 ب9025. لاحظ ان انا عملت العمليات اللي هي عمليات الضرب ديت بمنتهى السرعة باستخدام الحساب الذهني. تعال نشوف كده برضو مجموعة من عمليات الضرب الاخرى، ونشوف ازاي بنستخدم الحساب الذهني عشان نوصل للحل بطريقة غير تقليدية وبسرعة فائقة. تعالوا كده نشوف مع بعض. هنا 23 في 27، اضرب الثلاثة في 7 ب21، زود الاثنين واحد بقيت 3، اضرب 2 في 3 ب6، اذا 23 في 27 بتساوي 621، 32 في 38 اضرب 2 في 8 ب16، بعد كده زود الثلاثة واحد بقيت 4، اضرب الثلاثة في 4 ب12، اذا 32 في 38 بتساوي 1216، 54 في 56 اضرب الاربعة في 6 ب24، زود الخمسة واحد بقت 6، اضرب الخمسة في 6 ب30، اذا 54 في 56 بتساوي 3024، 71 في 79 اضرب الواحد في 9 ب9، زود السبعة واحد بقت 8، اضرب السبعة في 8 ب56، اذا 71 في 79 بتساوي، خلي بالك هنا هنحط صفر بس قبل 9 لان 9 ما دام رقم واحد بنحط ايه؟ بنحط عليها صفر، صفر. اذا 71 في 79 بتساوي 5609، 82 في 88 نضرب الاثنين في 8 ب16، نزود ال 8 واحد بقت 9، 9 في 8 ب72، اذا 82 في 88 بتساوي 7216. امسك الآلة الحاسبة وشوف ازاي احنا بنوصل للنواتج بالسرعه ديت عن طريق الحساب الذهني. 92 في 98 نضرب 2 في 8 ب16، التسعة نزودها واحد بقت 10، اضرب التسعة في 10 ب90، اذا 92 في 98 ب9016. لو عايز تتعلم السرعة في الحساب الذهني تابع قناة درس رياضيات اونلاين. انا قدمت كل الافكار دي في حلقات متفرقة، لو انت شفت الحلقات بتاعتها وتابعتها هتتعلم ازاي تعمل العمليات الحسابية ديت وعمليات الضرب دي بسرعة فائقة. طيب تعالوا كده نشوف 11 في 12 ونكمل عمليات الضرب ونستخدم الحساب الذهني ونشوف ازاي بنوصل للنواتج بسرعة. 11 في 12 نكتب ال 12 بالشكل ده ونجمع 2 زائد 1 3، اذا 11 في 12 132، 11 في 13 نكتب ال 13 متفرقة ونجمع 3 زائد 1 بتساوي 4، اذا 11 في 13 بتساوي 143، 11 في 14 اكتب ال 14 متفرقة واجمع 4 زائد 1 5، اذا 11 في 14 بتساوي 154،
11 في 15 نكتب ال 15 متفرقة ونجمع 5 زائد 1 6، إذا 11 في 15 بتساوي 165. 11 في 16 نكتب ال 16 متفرقة ونقول 6 زائد 1 بتساوي 7، إذا 11 في 16 بتساوي 176. 11 في 17 نكتب ال 17 متفرقة ونجمع 7 زائد 1 8، يبقى 11 في 17 187. 11 في 18 نكتب ال 18 متفرقة ونجمع 8 زائد 1 9، إذا 11 في 18 بتساوي 198. شوفوا فايدة الحساب الذهني. ناخد كمان برضو مجموعة من عمليات الضرب، 305 اضربها في 6 و204 اضربها في 5 ونشوف. انت لو عندك عدد مكون من 3 ارقام وخانة العشرات في صفر وبتضرب في عدد مكون من رقم واحد، يبقى انت ما انتش محتاج اي احتفاظ، يعني بنعمل عملية الضرب في الحالة دي بدون احتفاظ عن طريق الحساب الذهني. اضرب الاربعة في 5 ب20، اكتب ال20 كاملة، اضرب الاثنين في 5 ب10، يبقى هنا 204 في 5 ب1020. 305 في 6 اضرب ال 5 في 6 ب 30 واكتبها كلها، اضرب ال 3 في 6 ب 18، يبقى 305 في 6 ب 1830. 606 في 8 اضرب ال 6 في 8 ب 48 واكتبها كلها، لان هنا ما فيش احتفاظ لان خانه العشرات في العدد المكون من 3 ارقام هي الصفر. اضرب ال 6 في 8 برضه ب 48، اذا 606 في 8 بتساوي 4848. 707 في 9 اضرب ال 7 في 9 ب 63 اكتبها كلها، لان عمليه الضرب هنا ما فيهاش احتفاظ. اضرب ال 7 في 9 برضه ب 63، اذا 707 في 9 بتساوي 6363. 809 في 7 اضرب ال 7 في 9 ب 63 واكتب ال 63 كلها، ما فيش احتفاظ في عمليه الضرب اللي قدامنا دي، لان بضرب عدد مكون من 3 ارقام احد وصفر وبضربه في عدد من منزله واحده. بعد كده اضرب السبعة في 8 ب 56 بالشكل ده، الناتج طلع 809 في 7 ب 5663. لو عايز تتعلم السرعة في إجراء الحساب الذهني تابع قناة درس الرياضيات أونلاين. أنا قدمت الأفكار دي كلها في حلقات مختلفة. لو أنت تابعت الحلقات ورجعت للفيديوهات الخاصة بعمليات الضرب دي، هيبقى عندك القدرة والسرعة على إجراء عمليات الضرب بالسرعة اللي أنا عملت بها العمليات الحسابية بخطوات بسيطة عن طريق الحساب الذهني وبدون أي مجهود على الإطلاق. لو عايز تبقى عبقري في الحساب الذهني تابع قناة درس الرياضيات أونلاين. تابع الفيديوهات الخاصة بأفكار الضرب اللي أنا قدمتها. الحلقة دي مجمعة، كل فكرة من دول أنا قدمتها في حلقة منفردة أو حلقة خاصة. لو تابعت كل حلقة على حدة إن شاء الله هيبقى مستواك في الرياضيات مستوى متقدم جدا، وهتقدر تعمل العمليات الحسابية بسرعة فائقة. إذا السر في الحلقة ديت، لو أنت عايز تعرف إيه السر في السرعة اللي أنا قمت بها بإجراء عملية الضرب، يبقى لازم ترجع لكل فيديو من الفيديوهات اللي أنا قدمتها لكل عملية ضرب من دول. لو عجبك الفيديو نعمل لايك وشير واشتراك، ونعرف جميع الجروبز والصفحات اللي احنا مشتركين فيها باسم هذه القناة، قناة درس الرياضيات اونلاين. اشوفكم على خير مع فيديو جديد ومعلومة جديدة مع قناة درس الرياضيات اونلاين وتعليم الحساب الذهني. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.